بسم الله، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الـ SSH Port Tunneling، وهي topic من topics المهمة في certification الـ OSCP أو في مجال الـ Penetration Testing بشكل عام. أول حاجة هنتكلم عنها هي إيه المقصود بالـ SSH Port Tunneling، بعد كده هنعرض استخداماتها وإزاي نقدر نستفيد منها. تالت نقطة هنتكلم عن الـ Required Configuration إن هي تكون موجودة على الـ SSH Server. رابع حاجة هنتكلم عن أنواعها المختلفة وهنشرح سيناريوز توضح الفرق ما بين الأنواع دي. الـ SSH Port Tunneling هي عبارة عن SSH ميكانيزم بيتم استخدامه لعمل forwarding أو تمرير للـ Application Ports من الـ SSH Client إلى الـ SSH Server أو العكس، وعملية التمرير للـ Application Ports دي بتتم خلال Encrypted Tunnel بيحصل له Creation ما بين الـ SSH Client والـ SSH Server. العملية دي برضو معروفة باسم SSH Port Forwarding. نقدر باستخدام SSH Port Tunneling ان احنا نعمل نقل للداتا بشكل آمن في حالة استخدام Unencrypted Protocols او Protocols لا تدعم تشفير زي الـ HTTP او الـ IMAP. لو احنا جينا نبص هنا على الدياجرام ده هنلاقي في عندنا two networks، عندنا Insecure Network دي مثلا ممكن تمثل Public Wi-Fi بيعمل provide the free internet access، وعندنا secure network. ال insecure network فيها attacker بيعمل sniffing للpackets باستخدام ال wireshark، وعندنا admin التارجت بتاعه ان هو يكونكت على ال web server اللي هو ممثل في ctf09.bounceme.net خلال او باستخدام ال http. فلو الادمن عمل direct connection ما بينه ما بين الويب سيرفر باستخدام الـ HTTP وكتب الـ Credentials أو Login Credentials بتاعته، الأتاكر بمنتهى السهولة هيحصل عليها من خلال Wireshark وهبان له إن هي Plain Text. لكن باستخدام الـ SSH Port Tunneling هنقدر ننقل الـ Credentials دي خلال الـ Encrypted Tunnel اللي احنا قلنا عليه منها إلى الـ SSH Server، ومن الـ SSH Server هيحصل forward للترافيك للويب سيرفر. فبالتالي الاتاكر ما قدرش يحصل على الكريدنشلز رغم ان هي منقوله باستخدام ال HTTP بروتوكول. وبكده قدر الادمن يستخدم ال HTTP في نفس الوقت بطريقه سكيور. نقدر نستخدم ال SSH Port Tunneling في عمل bypass للفايربول rules. لو جينا نبص على الاكزامبل ده هنلاقي في عندنا firewall بتعمل بلوك للاوتجوينج كونكشن على بورت 443، والهدف او التارجت بتاع الاتاكر ان هو يكونكت على yahoo.com https اللي هي على بورت 443. باستخدام ال SSH Port Tunneling يقدر الاتاكر يباس الكونكشن او الترافيك اللي هو عاوزها خلال الانكريبتد تانل منها للسيرفر منها للديستنيشن اللي هو هنا يهدوكم. نقدر باستخدام الـ SSH Port Tunneling ان احنا نعمل pivoting. البيفوتينج باختصار هو عبارة عن عمل forwarding لترافيك ما بين اتنين networks من خلال ماشين احنا لينا السيطرة عليها. لو جينا نبص هنا على السيناريو ده هنلاقي في عندنا attacker وفي عندنا website اسمه compromise.com، والفايروول الخاصة بـ compromise.com بتأكسبت inbound connection على port 80 و443 وبتعمل forward للترافيك دي للـ compromised web server اللي هو في الـ internal network الـ IP بتاعه 192.168.1.10. وعندنا جوه الـ internal network دي في internal FTP server، server ده non-routable not exposed online. والاتاكر عمل اتاك على الويب سيرفر ايا كانت الطريقه، وبقى الويب سيرفر ده under his control. باستخدام ال SSH Port Tunneling هيقدر الاتاكر من خلال الكومبرومايز ويب سيرفر ان هو يعمل pivot للكونكشن او forward للكونكشن للانترنال ويب سيرفر اللي هو non routable. دلوقتي هنتكلم عن الـ Required Configuration اللي هي يكون موجودة على الـ SSH Server، والـ SSH Server هيبقى في الـ Scenarios اللي احنا نشوفها Running on Kali Machine. Configuration File
الخاصة بيه هتكون موجودة في الباص اللي احنا شايفينه ده. في عندنا 3 options. اول option هو allow TCP forwarding, ودي by default الفاليو بتاعته set to yes, ودي بتسمح لجميع انواع TCP forwarding. تاني value ممكن نعمل لها set في الاوبشن ده هي no, ودي بتعمل prevent او بتمنع كل انواع TCP forwarding. او ممكن نعمل لها set للوكال او remote, ودي التايبس زي ما احنا هنشوفها بعد كده في الاكزامبلز والانواع شرح الانواع المختلفه للاس اس اتش بورت تانلينج. تاني حاجه عندنا هي gateway ports, ودي الاوبشن ده خاص ب remote port forwarding. في lead 3 values, اول value yes, تاني value no, تالت value client specified. no دي هي default, ودي زي ما احنا نشوف بعد كده بيبقى في ال SSH server بيعمل listening على port معين, فبالتالي مش هينفع يحصل connection على البورت ده, مش هيسمح بأي connection على البورت ده إلا لو جاي من local host. لو معمول الاوبشن ده set to yes, أي حد هيقدر يكونكت على listening port اللي احنا هنحدده. لو الاوبشن الفاليو بتاعتها set to client specified, ففي الحالة دي بقول له listening port الفلاني في IP address اللي انا حددته لك هو ده بس اللي يقدر يكونكت على listening port ده. طالما انت حددته يبقى ما ينفعش اي حد يقدر يكونكت غير الاي بي بس اللي انت حددته. لكن في الاوبشن ده لو انت محددتوش اي حد هيقدر يعمل كونكت. فلو انت خدت بالك هي هتلاقيها جامعة ما بين يس وما بين ان انت تقدر تلمت بادرس او اي بي معين. تالت اوبشن هو ريموت روت لوجن, ودي تعملها set to yes لو انت هتكونكت على SSH سيرفر باستخدام الروت. بعد ما بنعمل edit للconfiguration دي باستخدام اي editor بنعمل restart للSSH سيرفس. دلوقتي هنشوف الconfiguration file بشكل سريع. هنفتحها باي text editor. لو جينا هنا نبص by default هنا البورت هتلاقي listening on port 22. هنا انا عامل set للبورت على different port 6585. دي option خاصة permit root login, عاملها set yes عشان انا هلوج بروت. هنا هتلاقي allow TCP forwarding set to yes و gateway ports set to client specified. تعمل save. بعد كده تعمل restart للservice. عندنا ثلاث انواع لل SSH port tunneling. اول نوع local port forwarding, تاني نوع remote port forwarding, تالت نوع dynamic port forwarding. أول نوع هو local port forwarding. في local port forwarding connections من SSH client اللي هو هنا في الاكزامبل اللي احنا نشوفه هاي بالأدمن, connections دي بيحصل لها forward عن طريق SSH server, ومن SSH server بيحصل لها forward إلى destination بتاعتنا اللي هنا هتبقى ctf09.bounceme.net. لو احنا جينا نبص على syntax هنلاقي ان انت بتكتب SSH, بعد كده تقول له اليوزر at ال SSH server بتاعك, بعد كده hyphen p وتحدد البورت اللي ال SSH service بتلسن عليه, بعد كده hyphen l دي بتحدد له type اللي هي local port forwarding, بعد كده تحدد له listening port اللي ال SSH client هيلسن عليه, واي connection هتحصل من local host من ال SSH client يعني
على البورت اللي هو احنا هنحدده دي هيحصل لها فورورد زي ما احنا وضحنا هيحصل لها فورورد الى الـ SSH server من الـ SSH server تروح للديستنيشن اللي احنا بنحددها destination address و destination port اللي هي الوجهة النهائية اللي احنا بنحاول نعملها target او ان احنا نحاول نوصل لها. hyphen n دي بتمنع اليوزر ده اللي احنا محددينه ان هو execute commands على ال SSH server, فهي مفيدة بالتالي لمرحلة او خطوة ان انت بتعمل forwarding فقط. لو جينا نبص على السيناريو ده اللي احنا زي ما احنا كنا اتكلمنا ده سيناريو هنستخدم فيه local port forwarding عشان نعمل secure transmitting للداتا زي ما احنا شرحنا insecure network والsecure network الادمن target بتاعه ان هو يوصل ctf09.bounceme.net. اللي هيحصل ان احنا هنعمل على الادمن باستخدام ssh client هن execute the command lower root at ssh.ddns.net اللي هو ssh server بتاعنا ومنحددنا له الـ hyphen p port زي ما احنا قلنا 6585 hyphen l الـ type local port forwarding, بعد كده listening port هيبقى 1234 اللي ssh client هيعمل listen عليه, بعد كده حددنا له الديستنيشن بتاعتنا والبورت الخاص بالديستنيشن لو ctf09.bounceme.net والبورت 80 وهايفن ان زي ما احنا قلنا عشان الروت ما يعملش اكسكيوت للكوماندز على ال SSH server بعد ما يحصل creation للتانل. بعد كده هنأكسس الديستنيشن بتاعتنا باستخدام مثلا براوزر على لوكال هوست والبورت زي ما احنا قلنا اللي احنا عملنا له listen على ال SSH client وده هيبقى 1234. تعال نشوف الكلام ده بشكل عملي. دلوقتي دي الماشين الخاصة بالادمن وهي في location insecure network على سبيل المثال public wifi بيعمل provide لفري internet access. الـ IP address بتاعنا 192.168.1.162 هروح على CMD وهنا هستخدم P-Link هكتب root اللي هو اليوزر add الـ SSH server بتاعنا بعد كده hyphen P وحدد البورت الخاص بالـ SSH service بعد كده hyphen L ودي تمثل local port forwarding بعد كده بحدد له البورت للـ SSH client اللي هو هنا الماشين دي الخاصة بالأدمن هتعمل listening عليه وترافيك اللي هتيجي على البورت ده هيحصل forward ليها إلى الـ SSH server ومن الـ SSH server هيحصل forward إلى destination بتاعتنا اللي هي ctf09.bounceme.net على port 80 hyphen n دي زي ما قلنا عشان تمنع الروت أو اليوزر إن هو يexecute commands على الـ SSH server بعد ما يحصل creation للتنل. هدوس enter واكتب الباسورد كده حصل creation للتنل. لو جيت افتح الواير شارك الاول هلاقي ان انا عامل filter عشان يكابتشر packets الرايحة للبورت الموجود يعني فيها البورت 1234 أو port 80 كل ده condition and الـ IP address هو الـ IP address بتاع خاص بالdestination اللي هي ctf09.bounceme.net. تمام هنروح نفتح البراوزر ونعمل access زي ما احنا قلنا http localhost على البورت 1234 دوس enter هلاقي نفسي ان انا وصلت destination بتاعتي اللي انا عاوزها. هروح عند اللوجن واكتب اليوزر نيم اي يوزر نيم واي باسورد. لو جيت افتح ابص عشان اشوف الباكتس اللي حصل لها كابتشر هلاقي مفيش حاجه حصل لها كابتشر الترافيك كلها باست ثرو ذا تونل, فعشان كده هي بالنسبه للاتاكر اللي هو هنا بيمثل واير شارك مفيش حاجه باينه.
على النقيض لو جيت اعمل اكسس ctf09.bounceme.net من غير ال SSH tunnel, جيت لوجن هكتب مثلا يوزر نيم نو SSH, اي باسورد. لو رحت على الوايت شارك هتلاقي الباكتس حصل لها كابتشر. لو جيت هنا دو سترايك كليك فولو HTTP stream هلاقي اليوزر نيم والباسورد اللي انا كتبتهم باينين للاتاكر ان هما بلين تكست. كده قدرنا نشوف الفرق ما بين ان احنا استخدمنا ال SSH tunnel وان احنا ما نستخدموش, وازاي قدرنا نحمي الترافيك من الاتاكر في حالة استخدام بروتوكولز لا تدعم التشفير زي في المثال ده ال HTTP.